وإلى غرائب المخلوقات. سرطان البحر هو عبارة عن كائن بحري يصنف ضمن قائمة القشريات، كائن صغير لطيف في حاله وما منه أي ضرر. لكن هل سبق وأن سمعتم عن سرطان جوز الهند؟ كائن متفرد في صفاته بشكل كبير. من بين جميع المفصليات البرية تعد سرطانات جوز الهند الأكبر على سطح هذا الكوكب، حيث تنمو ليبلغ عرضها ما يزيد عن المتر ووزنها إلى ما يزيد عن 4.5 كيلوغرامات. سرطان جوز الهند بيعيش في جزر المحيط الهندي ووسط المحيط الهادئ، وأشجار جوز الهند بتشكل غذاء أساسي لهم. بيقدروا على كسر وتحطيم ثمرات جوز الهند الصلبة، وما بيقتصر غذاؤه على الفواكه والأعشاب، بل من وحشيته بيستطيع أكل القطط والكلاب والطيور الكبيرة. كشفت نتائج دراسة حول قوته، بينت أن هذا المخلوق بيمتلك قوة هائلة عند القبض بمخالبه على الفريسة، أكبر من قوة قبضة البشر بنحو 4.5 مرات. وأظهرت نفس الدراسة أن سرطان جوز الهند بيمتلك قوة عض عند إقفال فكيه تعد قريبة جدا من عضات الضباع والأسود والنمور. ونبقى في المخلوقات ولكن في البحر هذه المرة للتعرف على كائن غريب جدا. أتحدث عن ثعبان البحر البجع، يعيش في المياه العميقة جدا، لذلك من النادر رؤيته ودراسته من قبل البشر. غواصة البحوث الناوتوليس وفي جولة من جولاتها البحثية قامت بالنزول لعمق 1425 متر، ولاحظ الباحثون وجود كائن غريب الشكل. فعندما يسبح يشبه ثعبان البحر أو الإيل، ولكن ما إن يفتح فمه يتحول شكله لكائن لم يتم رؤيته من قبل. هذا هو ثعبان البحر البجع، اللي سمي بذلك لكبر فمه اللي بيشبه فم البجعة. فكه يستطيع أن يمتد لأكبر من حجم جسده، وعلى عكس الحيوانات اللي بتعيش في العمق، هذا الكائن لديه عينين صغيرة جدا ما بيستطيع أنه يميز بها الأشكال، لكنها فقط كفيلة باستشعار الضوء. أمور عدة لم يتم اكتشافها حتى الآن عن طبيعة هذا المخلوق الغريب، وذلك بسبب ندرة مشاهدته. البر